أهلا وسهلا بكم من جديد في الدرس الرابع من سلسلة تعليم صفحات تصميم صفحات الإنترنت. زي دائما معكم أحمد ناصر، وإن شاء الله تستفيدوا معنا دائما. بشكل عام في هذا الدرس بدنا نتعلم كيف نعمل الهايت أو الطول تاع الصفحة دايناميك، إنه في حالة إنك بدك تضيف عناصر جديدة للصفحة ما يتأثر الطول تاع الصفحة وظل يعني الطول مستقر، انه ما تخرب الصفحة عندك. بشكل عام زي ما شايفين في عنا هاي الصفحة، فلو قررت مثلا انك تضيف عناصر جديدة هون للصفحة هاي، مثلا انا بدي اضيف هاي الصفحة، بدي شوي اطولها، كمان بدي اسحب شوي من هون، مثلا بدي اطول الصفحة هون زي هيك مثلا، اوكي بدي اطول الصفحة، بدي اضيف عناصر جديدة، وبدي ما يتأثر الهايت تاع الصفحة، ما يتأثر الطول. عشان تعمل الصفحة دايناميك، مثلا لو كنا بدنا نضيف هاي العناصر، كمان مرة بدنا ننسخها كوبي وبدنا نضيفها هون على الصفحة هون عندي، اوكي كمان بدي اضيف هاي برضو العناصر الثلاثة هون، كوبي بيست، وبدي اضيف كمان هون، وبدي الطول ما يتأثر، اوكي بدي الطول تاع الصفحة ما يتأثر عندي، يعني يضل الصفحة ثابتة. فكيف ممكن تعملها هاي؟ بشكل عام نروح على الاندكس، خلينا نحاول نعملها هون. في عنا الباكس هون، في عنا رابر 1 وفي عنا رابر 2. خلينا نحاول ننسخ رابر 1 ورابر 2. كوبي، اوكي افتر، اوكي هير هون نعمل بيست، اوكي سيف، شوف نعمل تيست. اوكي زي ما شايفين عنا الصفحة خربت شوي، انه الفوتر راحت، يعني الاورجنايزيشن التنظيم تاع الصفحة اختلف. فكيف ممكن تحل هاي المشكلة؟ بشكل عام بشكل بسيط نروح على ستايل. طبعا احنا عاملين باكس هون، عاملين هيدر، وعاملين الفوتر، وعاملين البيج، محددين الهايت. احنا كنا محددين الهايت to be 800 بيكسل، so خلينا نشيل الهايت، نعملها بدون هايت، ريفرش. زي ما شايفين المشكلة انحلت بشكل بسيط جدا، ان احنا زلنا او ازلنا الهايت، فصار الهايت تاع البيج دايناميك. فمهما تضيف على الصفحة، الصفحة بتضلها معاك الهايت بيكون اوتو، انه بشكل عام كل ما تكبر بتكبر معها. وهي شغلة حلوة كتير، ممكن تعمل هيك اشي هايت تعطيها اوتو the same thing، يعني refresh نفس العملية. فهي شغلة حلوة جدا، في يعني تنساش دائما تقيدش حالك في هايت معين، اعطي الهايت اوتو انه يكون زي ما بيحكوا كبرها بتكبر معك. هاي بشكل عام سكشن بسيط، او ممكن تضيف شغلات اخرى، يعني مثلا تروح على الاندكس، انا بدي انسخ الرابر 1، اوكي هون بدي اضيف الرابر 1، بدي اعمل منه كمان نسختين مثلا، سيف، ارجع على الديزاين هون، اوكي زي ما شايفين اوكي بوست ديسمس، اوكي سو زي ما شايفين الديزاين الويب سايت صار دايناميك، ما بتاثر الفوتر بتضلها مترحها مهما تكبر، زي ما بنحكي مكبر الهايت بيكبر معك. فهي شغله دايناميك وحلوه كتير. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، و تنسوش تشتركوا معنا في القناة، ونشوفكم في الدرس اللي بعده، بنحاول نضيف شغلات إضافية على الديزاين اللي عندنا ونعمله بشكل أحلى. شكرا لكم كمان مرة، تنسوش تشتركوا معنا، تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومعكم دائما أحمد ناصر، بنشوفكم في الدرس التالي، شكرا لكم.